ايه يا جماعة، عاملين ايه؟ طبعا الفيديو ده كان المفروض يكون تبع فيديو امبارح، بس طلع الفيديو 30 دقيقة في الاخر فخليته جزء تاني. على العموم ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا يا باشا على الفيديو. ناكل الأرنبيطة ديت و... ايه هو ايه الفيو الجامد ده؟ دي شاشة شكلها ايه؟ جديدة لانج كده، ايه نشتريها ان شاء الله. ده كيبورد وده حاجات كده حلوة. اقول لك ايه، تعال نشتري بس اول الكمبيوتر. الله الرحمن الرحيم، نشتري ان شاء الله. ايه في فاتورة فواتير هات ايه دي تقريبا بتاع الكهرباء وحاجات غريبة. نفتح اول باول عشان ما تتراكمش علينا. ايه كده، ايه نشتروا الماوس. لو لكم قبل الماوس الطاولة، طبعا الطاولة غالية. نشتري الماوس، غير الماوس ماوس ولا كيبورد؟ ده كيبورد ده ولا ايه ده؟ الله، نجمع افتح عليم. ازيك يا كريم؟ امسك يا معلم. لو جه من العدم يا باشا دوت، حطه جنب اخواته. ايوه جايين. واحدة واحدة يا جماعة، واحدة واحدة على الأقل من مهله. أنت مش واحدة واحدة عليك، أنت وبالصلاة على النبي. ولا قوة إلا بالله. على فكرة اللي هو كان داخل من شوية ده، هو كان حرامي، كان عايز يسرق، يسرق حاجة. عارف بقى بياخدها بقى بيوديها فين، بيختفي. الراجل الطيب تاني، الراجل الطيب شغال بهواجي تقريبا، حاجة زي كده. لعب جي تي ايه؟ ايه هو الكمبيوتر وحش؟ هو ايه الاسعار الكحيانة دي؟ يعني مثلا الكرسي، جايز الكرسي في حاجة. اظن احنا جبنا حق الكرسي. لا ما جبناش حق، نجيب حق بورد. بورد يعني اغلى حاجتين. جاتك احيانا والله يا اسطى. انت مال امك، مال امك انت. هو ما جبناش يا جماعه الا هي بس كمبيوتر واحد. وقربنا يا جماعه نجيب الكمبيوتر التاني ان شاء الله. قولوا بس يا رب نجيبه النهارده، يعني قبل ما الوقت يخلص. مع انها يعني شبه مستحيل ان نجيبه النهارده. ما تعالى نيجي نعلل الملطق ده. ايوه خش يا باشا، خش يا باشا ولا يهمك، خش يا باشا الدنيا كلها قدامك. الراجل الطيب تاني. عارف هو تقريبا مفيش الا اللعبتين عارفين مكانهم تقريبا. يا عم وانت بتيجي تزاولنا، تيجي تزاولنا وتمشي. يشوفوا ايه؟ عايزين عايزين نفتح. اقول لكم على حاجه، تعالى نفتح الحارس و تقييمات بقى. ايه تقييمات زي الزفت، ما تنقص كل شويه. بيقول ان هو ما عندوش العاب كتير. ندور نشتري العاب. الالعاب اللي جي تي يو، جي تي يو 6 يا نهار ازرق. اشتروها الناس اشتروها يعني. ماين كرافت نشتري لهم. فيفا يعني جبنا فلوس كتير الحاجات دي.
طيب حلو، مش وحش كده. 15 ان شاء الله يا جماعة. ايه الكمبيوتر جيد اهوت. هيبقى هنحطه ازاي؟ مش هنحطه هنا، هو هنحطه يا باشا صفو النية شوية طبعا، ونحطه مثلا هنا وهنا وهنا. وفي المستقبل هنخلي الحتة دي كلها كده اهوت بتاعت اركيد في المستقبل، او كمبيوترات او حاجة يعني على حسب بقى الوقت. ايه بس ايوة صوت يا جماعة صوت. هو ده الحارس اللي هيحمي ان محدش ياخد حاجة ويجري. احنا بيهمنا يا جماعة التقييمات، التقييمات ان شاء الله شغالة تعلى سنة بسنة. انا شغالة تيجي اهو. واحد هيقعد حبة حلوين. طب مش بلعبي. يا نهار اسود، يلا هات من هنا يلا، بدل ما اديك على وش راجل حنبولي. صح راجل اريا طبعا، يعني استغل مواصفات الجهاز العاليه وفتح 4K. وما ادراك ما ال4K؟ ولا مش لازم تعرف ايه هو ال4K طبعا. يلعب روبلوخ. اللعبة من على بعد ان شاء الله. ايه ما جبناش فلوس بتاعت النهارده، ممكن عشان اشتريت العاب كتير. احنا عايزين كده ايه الحلقه الجايه نحاول ايه نوسط على المحل سنه، نحط لكم بطاقات كبيره بقى، تحديثات كده حلوه زي ما انتم شايفين كده اهوت، يعني عشان عايزين نخليه حاجه قليله فاهم انت. ويا جماعه عايزين نصايح كده يعني، ادوني نصايح في اللعبه يعني، حد لو فاهم حاجة اللعبة ديت قوي يعني واخده يعني وعارف بحاجة يعني يا ريت يعني يقولها يعني. ايوه قلبك جايبك خش يا باشا، قلبك جايبك خش. اقعد على البي سي العب بي 17 دي تقريبا يا جماعة اللي هي سلي يعني، ديت تقريبا اللي بيبيع وبيع الحاجة، احنا ممكن نبيع بقى اي حاجة يعني بلاش نجرب. نحط يا جماعة ايه البتاع الجديد، نشتري طاولة، اشترينا الطاولة. احنا مستنيين نشوف البتاعة بتنزل دي، بيحدف من فوق تقريبا البتاعة ديت من فوق، يعني واحد واقف فوق المحل يعني وعمال يحدف ومعاه البضاعة يعني كلها. ولا نحط ده ازاي؟ بالراحة يا جماعة بالراحة. ايش دخول ايش دخول، يلا يا بلورا لعبوا النهاردة يا جماعة، هنعمل ايه يا حبيبي؟ يلا يا عم سايب عليا سايب عليا. ده نحطه ازاي يا باشا؟ ايوه كده اقول لكم جنب الحيطة. مين انت عايل بس كده؟ اهم حاجة بقى اللي هي الكمبيوتر نفسه مش موجود. ان شاء الله يا جماعة الحلقة الجاية اللعبة ديت هنحط الكمبيوتر كده. نقفل دوت المحل. حاسس ان انا ناسي حاجة؟ لا مش ناسي حاجة طبعا، انا منسيتش يعني نشتري الاكل من البيت بتاعنا النهاردة. يلا يا جماعة يعني ما تنسوش بقى اللايك اشتراك يعني تعليق كده قبل ما تمشي اي حاجة. يلا ونشوفكم بقى اي حلقة تانية من السلسلة ديت. سلام عليكم.